مروان لمعشر ولا غيره. يعني إذا بكرة بيخسر مروان لمعشر معركة رئاسة الحزب أو أحد الشخوص المؤسسين، مروان لمعشر مش ناوي ينزل، مش ناوي ينزل لرئاسة الحزب حتى، يعني مش راح تكون. حتى أحكي لك من الآن أنا من المؤمنين إنه خلص الدور للجيل الجديد. اليوم إحنا مهمتنا ننصح نقدم تجربة، لكن الدور القيادي للجيل الجديد.